بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن اليوم في روضة الشهيد يوسف الموالي والذي اختفى في يناير 2012، وادعت الجهات الرسمية أنه توفي غرقا بعدما وجدته ملقيا عند ساحل أمواج في جلالي، في حين كانت جثته مليئة بالكدمات وآثار الضرب والتعذيب دون وجود شواهد إلى غرقه. واتضح بعد التقرير الطبيب الشرعي المستقل أن الكشف والتحاليل تؤكد أن جريمة حدثت بحق هذا المظلوم، هذا الشاب، وبدلاً أن تسعى الجهات المعنية بمحاسبة المجرم الحقيقي، أخذت تمعن في استهداف عائلته من خلال سلسلة من الاستدعاءات والاعتقالات. ونحن اليوم وكل يوم وسنطالب باستمرار بحق العائلة في الكشف عن الحقيقة، وحق العائلة في المطالبة بالعدالة الحقيقية، العدالة التي ما زالت هي غائبة عن العديد من الضحايا. نطالب بإوقاف سياسة الإفلات من العقاب. هناك مجرمين معذبين ساهموا في قتل الضحايا، يجب محاسبتهم ويجب إيقاف تلك السياسة اليوم أو غدا أو مستقبلا. طبعا سيكون هناك محاسبة لهؤلاء، ولكن نحن نطالب الجهات المعنية بإيقاف هذه السياسة، ونطالب أيضا من خلال هذا اليوم وخلال وجودنا مع هذا الشهيد بالكشف عن مصير جميع المختفيين قسريا، لأن الاختفاء القسري في البحرين يعني لنا أننا قد نصل إلى مجموعة من الأخبار المخيفة والمرعبة، مثلما استلمت عائلة الشهيد يوسف الموالي جثمانا، قد نستلم المختطفين خلال هذه الفترة دون الكشف عن مصيرهم. نطالب بالكشف عن مصير السيد علوي، سيد حسين، نطالب الكشف عن مصير جميع مختطفي بلاد القديم وجميع مختطفي البحرين، نطالب بالعدالة التي هي ما زالت غائبة. شكراً.